يابا بقول لك هذه ام عدنان على الفاضي مصمم على 50,000 دينار، 50,000 دينار الي ولغيري. اي واحد روح يخطب للبنت وروح بتقدم للبنت 50,000 دينار، فيش حدا في البلد قادر يغير تفكيرها. طالبة بنتها 50,000 دينار يابا، تحس تسعيرة حطتها، تسعيرة حطتها للبنت يابا، وهذا اللي مخليني متنكد. بنت ام عدنان الارملة جارة اختك انصاف. ايوه هي بعينها. قديش طالبة قلت لي؟ طالبة 50,000 دينار. 50,000 دينار، 50,000 دينار. شو بدنا نعمل يابا؟ انت عارف العين بصيرة واليد قصيرة. قلت اهم اشي بالموضوع البنت عجبتك. شو عجبني يابا؟ انا مش حاطط بنت في راس غيرها، هي البنت اللي بدي اياها. منين بتعرفها انت؟ والله يابا بصراحة يعني من زمان زمان كنت اشوف هالبنت يعني هيك رايحة جاية تعرف يعني بحالتنا ضيقة شوي. والله ما انت قليل، والله ما انت قليل، طال لابوك. طيب حياك الله. قديش قلتي طالبة؟ 50,000. 50,000. البنت قلت كويسة ومزيونة؟ على طلبي، يعني على الليبرا هيك جاي. وقديش محوش انت من هون؟ والله يابا يعني الحكي يعني لك وانت مش غريب يابا، محوش 20,000. 20,000. هذا اللي حيلتي. طيب. قوم هقيتها على السريع. هات لها 20,000 ونطلع انا وياك مشوار. بس يابا امها يعني شو بدك في الموضوع؟ مش انت بدك البنت؟ اه طبعا. البنت بدها اياك؟ 100%. وال 20,000 معك؟ معاي. قوم جيب لي اياهم. قول يا رب. يلا قوم يا رب. هيك دخلنا 10، هيضل 10 لام عدنان. يلا يا رضال، يلا يا حبيبي، يلا تأخرنا. والله يا أمي أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيك يا معدنان، شو أخباركم يا معدنان؟ أي هيك الجيران دائما بفقدوا على بعض، بيسألوا على بعض. والله من يوم ما ماتي مرحوم ما حدا تحبب انت. يا أمي أهلا وسهلا. إن شاء الله يا معدنان، إحنا اليوم جيران وبكرة بدنا نصير أهل إن شاء الله، بناتنا نسب يا أم عدنان. إن شاء الله إن شاء الله. الله يمسيكي بخير، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ابن نضال بتعرفيه؟ ها انا اللي بعرف نضال. الله يخلي لك محبينك يا رب. احنا اليوم يا ام عدنان جايين وحابين ورغبانين نطلب بنتك المحروسه هبه لابننا الغالي الشاب الخلوق المحترم نضال على سنه الله وكتاب الله. حياك الله يا اخي ابو نضال، بس انا عندي شرط وانت بتعرفوا شرطي. ام عدنان خليني احكي كل كلامي ورجاء والله ما تقاطعيني، الله يرضى عليك. ما هو انا بدي بس اقول لك على الشرط اللي عندي. ها. اكسب الصلاه على النبي. اللهم صل عليك يا محمد. هذول يا ام عدنان 10,000 دينار اردني يا ابو ام عدنان. بس خليني افهمك، انا عندي شرط وانا مستحيل ها مستحيل اتنازل عنه هذا الشرط. خليكي معي يا ام عدنان. هذول 5,000 دينار مهر لبنتك المحروسه، و 5,000 دينار مهر إلك أنت يا معدنان. ما هو قولي مبروك بلا ما هو بلا مش ما هو. إن شاء الله سبع بركات. أي أيوة أي أيوة أي أيوة. أنا ما زغرت ولا كان زغرت. أنا ما زغرت. مبروك يا مهيبة، مبروك مبروك عايزك نضال. بس يا خالتي ام عدنان يعني الله يسامحك، انت طول عمرك يعني مصممه 50,000 50,000 دينار 50,000 دينار، اشمعنا اليوم يعني هيك لانت معك الامور؟ الله يسامحك يا بني، الله يسامحك، احسن انت تاجر ابن تاجر. هو يا بني الجمله زي المفرغه. بالفعل بالفعل تجاره رابحه، أكيد تاجر ابن تاجر.